الحمد لله طبعا على النتيجة. ماتش قوي، فرقة طبعا كويسة، فرقة عندها ظروف صعبة في متزايلة الجدول، يعني تالت تقريبا من الجدول تحت. طبعا ماتش صعب، احنا عاملين حسابه من بدري. سيناريو الماتش تقريبا، يعني احنا جبنا جون في الشوط الاولاني كان ادانا ثقة كبيرة جدا، كنا نازلين الشوط الثاني بشكل مختلف. الطرد بتاع فاروقة طبعا هو ده لخبط لنا السيناريو الماتش شوية، وطبعا بقول الحمد لله على النتيجة. يعني الحمد لله احنا في حتة ما ينفعش، مش عايزين نضيع نقطة فيها، فالحمد لله التعادل احسن طبعا من ان انت كنت تخسر. يعني الحمد لله الاداء مش سيء، الحمد لله طلعنا بنتيجة كويسة الحمد لله في المباراة. وتعويضه كمان في المباريات القادمة؟ لا، احنا عندنا الناس اللي موجودة اللي هتعوض فاروقة، ناس كويسة جدا، كل الفرقة كلها زي بعض، عندنا الفرقة كلها، المجموعة كلها زي بعض، واحد مفيش اختلاف بين حد والتاني. الحمد لله الكابتن عماد على طول اتعامل مع الموقف بسرعة، وقدرنا ان احنا ننزل لعيبة بديلة، ونزلنا فادي على طول مكان فاروقة، وبدأنا نقفل شوية نص الملعب عندنا. يعني الحمد لله طلعنا بنتيجة كويسة في ظل الظروف بتاعت المباراة والشد العصبي اللي فيها طبعا. الحمد لله على النتيجة. تعليقك الأخير على أزمة محمد طلعت والقرار ربما يأتي بإيقافه خلال الفترة القادمة؟ لا، دي نسيبها بقى لجنة المسابقات، الشؤون القانونية بقى، مفيش تعليق. لا، الناس في الإدارة هتبدأ تتعامل، أنا ما أعرفش الإدارة هتعامل إزاي، بس أكيد هيشوفوا الإجراءات القانونية وهيبدأوا يمشوا فيها إن شاء الله، ونوصل لأقل الخسائر اللي هو التعادل. فالحمد لله رب العالمين، طبعا نقطة كويسة من فريق كبير زي فرقة المقصة، ونحمد ربنا إن شاء الله، بنفكر في اللي جاي، بنبص إن شاء الله بإذن الله على المباراة اللي جاية إن شاء الله في سي مصر، فرقة محترمة، بنحترم كل الفرق، إن شاء الله ربنا يوفقنا نقدر ناخد الثلاث نقط ونقدر نعمل ماتش كويس إن شاء الله. ترددت أنباء في الساعات الأخيرة إن في إيقاف لطلعت وتغريمه مبلغ 750,000 جنيه نظرا لتوقيعه ناديين، حقيقة الأمر وإيه اللي بيدور بالظبط، وتوضيح منك أنت شخصيا عن هذه الأخبار. أولا طبعا أنا مش حابب أتكلم في الموضوع دوت، لكن موضوع كله إن ما تمش الانتقال، فكان الموضوع نحله بشكل ودي. باشمهندس فرج عامر لكل الاحترام والتقدير، انا بحبه جدا شخصيا بعيد عن اي حاجه ولا لها اي علاقه فعلا بالموقف او عدم انتقال لنادي سموحه. نادي سموحه كبير، اي حد يتمنى في نادي سموحه انا بحترمه وبكن له كل الاحترام والتقدير. ونجاح باشمهندس فرج عامر في حياته عموما ده حاجه كبيره، قدوه لينا كلنا، لكن ان شاء الله الفتره الجايه يكون في حل ان شاء الله للموضوع. هو اصلا ان شاء الله ما ياخدش اكبر من حجمه، وان شاء الله يكون في خير وكل واحد يعني ياخد حقه، ومحدش يتضرر في الاول وفي الاخر. باشمهندس فرج عامر اخ اب، اكيد ما يقدرش يتضرر لحد، لكن ممكن قله خبره او حصل اللي حصل في الوقت دوت، لكن ده ما ملوش اي علاقه بعدم احترام لنادي سموحه ولا باشمهندس فرج عامر، بالعكس خالص. نادي سموحه نادي كبير من اكبر الانديه في الدوري المصري، نادي لكل احترام وتقدير، لعيبه كتير يتمنى يلعب في نادي سموحه. باشمهندس فرج عامر اخويا الكبير، واتمنى ان شاء الله ان هو يكون يعني لايق معايا شويه والامور تعدي على خير، فلو في الاخر اعتبرنا اخو الصغير او ابنه ان شاء الله تعدي على خير ما نخسرش. نقطه كويسه، لكن فرطنا في ان خسرنا نقطتين. معلش، ماتشات جايه نشوفوا الماتش. الاتحاد ما اديناش كويس، ما كناش كويسين وكسبنا الماتش ده، كنا كويسين، فرطنا صحيح في النقطتين، لكن الحمد لله طلعنا بنقطه كويسه. والله احداث المباراه، جبنا جون في اخر الشوط الاول، دخلنا كويس به الشوط الثاني، جانا جون وطرد فاروقة أثر. صح أثر. إزاي الهدف بالنسبة لك كمان؟ يمكن أعتقد أن أنت بتقدم موسم متميز في هذا الموسم 19-20، أعتقد الهدف الرابع أو الخامس. صح، الهدف والله ده شغل بتاع أصحابي كله، زي ما قلت المرة اللي فاتت، نجيب انا ولا طلعت ولا لويس ولا سالم، اي واحد يجيب مفيد مصلحه المقاولين، مفيد اللي احنا نكسب يعني ونحقق الهدف بتاعنا، هذاك هو المكسب لنا احنا في النهايه. بعد الاحداث وبعد تغيرات المباراه، راضي عن النقطه ولا شايف انك خسرته نقطتين كمان فوق النقطه؟ والله شو نقول لك، خسرنا نقطتين وراضي عن النقطه، الاثنين معنا راضيين عن النقطه وخسرنا نقطتين في نفس الوقت، علشان في ملعبنا وكل حاجه،
لكن في الأحداث المباراة وكل حاجة الحمد لله.